ويموت الرسول جسما ولكن في الرسالات لن يموت الرسول. هل حقا رحلت عنا ايها الامام العظيم وغادرت الدنيا لتستقر هناك مع الانبياء والصديقين والشهداء؟ هل يمكن ان يرحل الرجال الافذاذ والفقهاء المجاهدون الذين افنوا حياتهم في سبيل الاسلام وشريعة الثورة والثوار ومدرسة الأئمة المجاهدين عليهم السلام، أفنوا النفوس الكبيرة من أجل هدف كبير وطموح أكبر؟ كيف يموت الرجال الحقيقيون الذين عاشوا الإسلام في كل ذرة من جوارحهم وأرواحهم وكيانهم؟ عاشوه روحا كبيرة ومشروعا ربانيا وقرآنيا فذا وحركة جماهيرية في حياة الناس لن تبرد أبدا. هل حقا مات الإمام الشيرازي قدس سره؟ كل العظماء الذين عاشوا حركة الأنبياء والأولياء والصالحين والرسالات بجوارحهم وأرواحهم لا يموتون، والإمام رجل رباني لا ينتهي. وكيف ينتهي فقيه رسم البداية والمشوار الطويل وعبده بتضحياته ونبله وسماحة روحه وترابية كيانه وصبره الأيوبي الكبير وتراثه الفكري والفقهي والسياسي، وتحول من فقيه مشتغل بأدوات العلم والمعرفة والفقه الإسلامي المتحرك إلى مشروع إسلامي كبير؟ تشهد لهذا المشروع المؤسسات الإسلامية العلمية والحركية والثقافية وآلاف العلماء والفقهاء والمنتديات والمراكز ما لا يمكن للزمن وسكتة القلب الكبير أن تتجاوز مشروعه وتمحو أثر شخصيته الربانية. كيف رحلت أيها الإمام العظيم؟ إننا نقرأ في وجهك رسالة محمد وصمود الحسين وحكمة الحسن ومعرفة الصادق المسمر بعيون الحجة المنتظر سلام الله تعالى عليه، الذي بظهوره سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا